فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: ما حكم طلب المرأة الطلاق وخصوصا النساء اللاتي يكثرن طلب الطلاق من أزواجهن بسبب أو بدون سبب؟ الحديث: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يجوز لك تطلب الطلاق من دون سبب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.